بدعوة من رعية سيدة فاطمة ببيت ساحور والمعهد الكليريكي، رعى سيادة النائب البطريركي للاتين في القدس المطران ويليام الشوملي أمسية المزامير المقدسة التي أحيتها جوقة الرعاة في كنيسة العذراء سيدة فاطمة في بيت ساحور. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. أعرب سيادة المطران ويليام الشوملي عن فخره واعتزازه بالمجتمع المسيحي الصامد في الأراضي المقدسة وعيشه الأجواء الفصحية المجيدة على أرضه. جاء ذلك خلال رعايته لأمسية جوقة الرعاة التي دعت إليها رعية سيدة فاطمة في بيت ساحور والمعهد الإكليريكي، حيث حملت الأمسية العنوان تحت قدمي المصلوب، بحضور الأب عيسى حجازين كاهن الرعية والأب برنارد بوجي والأب إياد طوال والأب عزيز حلاوة والأب عامر جبران والأب نديم جقمان، وبحضور الراهبات وشمامسة المعهد الإكليريكي وحشد من المؤمنين من المحافظة. قاد الجوقة المايسترو الأستاذ جورج سلسع، حيث ضمت عددا كبيرا من المرنمين والعازفين الذين رتلوا المزامير المقدسة بأجواء سادها التأمل والعيش بأجواء آلام المسيح. احنا اليوم قمنا بأمسية تحت قدمي المصلوب، أمسية مزامير مقدسة. لماذا؟ لأنه المزمور المقدس هو كلام وحي من الله، وهو معتمد لدى الكنيسة، وهو تعليم، وهو فيه طريق الخلاص، المخطط الخلاص لله. الفكرة أتت أنه نحن كل أحد نصلي المزمور، ولكن معظم المؤمنين لا يعرفون ما معنى هذا المزمور وما هذا أهميته. أمسية اليوم كانت تركز على المزمور كامل، أن لن يكون شيء غير المزمور، لم نرتل أي ترتيل اليوم، فقط كانت كلها متخصصة في المزامير. فالمزمور هو مهم أن نعيش ويرافقنا، كما رافق القدس في خرابها، كما رافق السبي إلى بابل، كلها صلاة، ونحن أحوج اليوم إلى الصلاة، فقط إلى الصلاة. فاليوم هي كانت لنا رسالة من خلال المزمور أن تصل لكل المؤمنين، ونشكر الله أنها وصلت وفهموها بشكل جيد. وفي النهاية ألقى المطران الشوملي والأب حجازين كلمات اعتزاز وشكر ومحبة للجوقة التي صدحت صوتها في الكنيسة ونالت إعجاب الحضور. استمتعنا بهذه الترانيم اللي كانت نوعا ما حزينة لأنها أدخلتنا في جو الأسبوع المقدس، لكن آخر ترتيلة كانت المسيح قام من بين الأموات بصوت شجي احتفالي انتصاري، أعطانا صورة مسبقة عن القيامة. وفي كلمتي الشكر قلت للناس إنه السماء تقوم على أولاً النشيد، ثانياً النشيد، ثالثاً النشيد، وقد انفتحت السماء قبل 2000 سنة، وسمع صدى هذه الأناشيد في سماء بيت ساحور عندما أنشدت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. نأمل إنه هذا السلام الذي أنبأت به الملائكة يستتب في بلدنا في فلسطين، في غزة، سلام عادل، سلام مبني على الحق، سلام دائم، سلام الكل بيحترم الكل، ونعيش برفاهية واحترام بعضنا البعض. وختمت الأمسية بالبركة للحضور من قبل سيادة المطران، ليذهب الجميع بنعمة ممتلئة من لدن الرب.
للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة فاطمة بيت ساحور.